اخر الاخبار المنتخب ناخذوها في المباشر مع مبعوثة كنوز فهم الخاصة لفرنسا خديجة. خديجة مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. احنا لهنا طقس ميتزيان معناها نقولوا دنيا بردة اجلاس. المنتخب مازال كيف روح من لونترينمون من قاعة تكنوبول. قاعة تكنوبول اللي تبعد تقريبا 4 الى 5 كيلومتر عن قاعة لجرين دونات وعن زادة نزل اللي قاعة ساكن فيه المنتخب الوطني التونسي نزل ميركور في مدينة ناتس الفرنسية. على كل اليوم هي اخر حصة تدريبية منتخبنا الوطني التونسي بطبيعة هي الأخيرة والوحيدة قبل مباراة غدوة المباراة المصيرية أو شبه مصيرية. علاش؟ على خاطر غدوة إن شاء الله باش نواجهوا أنغولا، لكن إذا كان في حالة الانتصار وبطبيعة نقول إن شاء الله ننتصروا المنتخب باش يقعد يستنى مباراة مقدونيا والمنتخب الإيزلندي. على ضوء نتيجة المباراة دي يتنجم يتحدد مصير المنتخب الوطني التونسي إما الترشح أو لا. ونزيدوا نفهموا للمستمعين بطبيعة يعني شنو الفرضية. هي فرضية الترشح في حالة فوز المنتخب المقدوني بطبيعة في مباراة غدوة ضد إيزلندا. دونك كما قلت هذه الحصة التمارين الوحيدة ولا أخيرة. أكيد إن شاء الله في قادم النشرات نودوكم بأكثر تصريحات نتفهم العادية. ثم اللي ما حبش يصرح ثم اللي حب يركز أكثر على المباراة نتاع غدوة. على كل إذا كان عنها تصريحات إن شاء الله في قادم النشرات. شكرا لك خديجة مبعوثة كنوز FM الخاصة لفرنسا، كنت معنا في المباشرة.